مشاهدين أول مناقشة ظاهرة انهيار المباني في العراق وأسبابها وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس المختص في العمارة حيدر الحمداني. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. حياكم الله. في الفترة الأخيرة كثرت انهيارات المباني في مختلف المدن العراقية وتهدد حياة العراقيين، بداية إلى ماذا ترجع تزايد هذه الظاهرة رغم أن معظم تلك المباني كانت جديدة؟ يعود بالتأكيد يعود غياب الرقابة على هذه المباني. نعم. ابتداء من عملية التصميم اللي لازم تكون من قبل كوادر متخصصة هندسية عندها الخبرة الكافية لعمل هذه التصاميم، وهذه التصاميم لازم تمر بمراحل حتى توصل إلى التنفيذ، وهذه المراحل اللي هي عبارة عن ترخيص هذه المباني بشكل صحيح اعتمادا على تطبيق قوانين الدفاع المدني والسلامة العامة وتطبيق الكودات، سواء كان الكود الإنجليزي الأمريكي أو الكود العراقي، يعني أي كود يختص في مجال الهندسة الإنشائية يجب أن يحصل على هذه الموافقة. وكذلك موضوع النجاح التصميم نفسه، يعني يجب أن يكون التصميم هذا ماخذ نظر الاعتبار كل الأمور هذه. نعم. يعني التربة العراقية هي تربة رسوبية ضعيفة، يعني تحتاج إلى نوع من الأسس أقوى من التربة الصخرية، فبالتالي هذا موضوع مهم جدا. الموضوع الثاني جودة المواد الإنشائية، هل هي يعني متعرضة إلى الفحوصات اللازمة من قبل المختبرات؟ أيضا هذه المختبرات يجب أن تكون مختبرات يعني متخصصة وناجحة وفيها أجهزة حديثة معمول عليها تحديث فني حتى تحكم على نوع الها. وهذا كله يرجع بالدرجة الأساس إلى الدولة والحكومة، هي من يجب أن تضع لجان خاصة وتتابع مهام هاي اللجان الخاصة عن طريق الوزارات. نعم. حسب الاستطاعة. طيب هنا أيضا بخصوص هذه اللجان، لجنة الاستثمار النيابية تحذر من انهيار مباني جديدة في عدة محافظات، من المسؤول إذن عن مراقبة أعمال الجهات التنفيذية ومحاسبتها؟ أم ربما هناك كما يقال تواطؤ وتريد اللجان إخلاء مسؤوليتها بعدما أصبحت ظاهرة انهيار المباني ظاهرة منتشرة؟ نعم صحيح. نعم، بالنسبة لهيئة الاستثمار وأمانة وداء بالنسبة إلى بصر أو بالنسبة إلى كل المحافظات، طبعا غياب الرقابة من قبل الحكومة، حتى الرقابة لما تجي ويعني تضع أسباب هذا الانهيارات وأسباب يعني التلك الهندسي اللي حاصل، لما تطلع لجنة إلى فحص هذه المباني، هذه اللجنة يجب أن تنتهي بالأخير نتيجة بواسطة تقرير فني يظهر سبب المشكلة، سبب المشكلة لازم يروح إلى الحكومة والحكومة تحاسب المقصر. المقصر ممكن يكون نقابة المهندسين لأنه أعطت الموافقة بشكل غير صحيح، قد تكون التصميم نفسه، قد يكون المختبر الأهلي اللي هو معظم المختبرات اللي موجودة في البلد الآن اللي تحكم هي مختبرات أهلية. نعم. المختبرات الأهلية ما تخضع للرقابة، فالتذكر نعم موجود، يعني وبعد ما حصل المبنى وحصل الموافقات بشكل غير قانوني وبشكل يجوز في دفع بعض الاموال ودفع الرشاوى ودفع الى غير من هذه الامور، واحصل بالاخير رخصه بناء، لكن هل هاي رخصه البناء هي هاي صحيحه؟ يعني اخذت نظر الاعتبار السلامه العامه؟ اخذت نظر الاعتبار الكودات والتطبيق الهندسي الصحيح؟ هنا ايضا كما ذكرتم حول المواد، يعني حديد التسليح ومواد البناء التي يتم استيرادها من ايران بالتحديد، هناك رغم التقارير الفنية التي تؤكد عدم جودتها، مع ذلك لا يزال استيراد هذه المواد مستمر من إيران. لماذا يستمر هذا الاستيراد، وهل يمكن أن تكون سبب انهيار المباني من ضمن استيراد هذه المواد واستخدامها؟ سيد العزيز، هو يعني نعم معظم المواد تجي من الدول المجاورة ومن إيران بجائفة. نعم. لكن هل هنالك من هو صاحب قرار من يعني يحكم على جودة هذه المواد اللي تدخل للعراق وتدخل للبلد؟ هل هو هذا حر في اتخاذ القرار؟ من هو فني وشخص متخصص، هل راح يكون هو حر في اعطاء الرأي في انه هاي المادة هي صالحة؟ انا اشك بهذا الكلام.
انا نعم. اشوف انه يكون هو حر. هناك جهات يعني تتحكم في هذا الموضوع، جهات يعني حاطه اصابعها على هذا الموضوع وهي تتحكم به، فبالتالي يعني يتعرض البلد الى دخول هاي المواد اللي هي غير صالحه انشائيه. هنا نصل الى نقطه انه القوانين الحاليه في العراق هل فيها القوه الكافيه لتردع اصحاب النفوس الضعيفه التي تشيد المباني التي ذكرتها من غير ترخيص، او يتم التحايل والتلاعب على المختبرات التي تؤكد ان ربما يعني المواد غير صالحه ولكن يتم التحايل عنها؟ لدينا القوانين التي تردع اصحاب هذه المشاريع، ام هناك الافلات من العقاب اصبحت ظاهره منتشره في العراق؟ نعم تماما، لا توجد لدينا في العراق هذا الامر الصحيح اللي هو السيطره الفعليه على هذا الموضوع. الامور فالته يعني منفلته، وبالتالي هذه نتائج الانفلات في السيطره الحكوميه الصحيحه على كل سلسله الصحيحه لعمليه البناء الصحيح الامن اللي يتقنون به المواطنين بشكل امن. نعم. يعني مو من المعقول يعني انا اعطي ترخيص مبنى وتجي يعني امطار قويه وغزيره وتسبب انهياره. مو معقول اعطي انا ترخيص الى مبنى هو قيد الانشاء وينعمل قالب البناء وينهار قالب البناء اثناء الضبط. مو من المعقول يعني مبنى لما يحترق جزء من عنده ينهار كله. نعم. هذا يعني هنالك انفلات واضح في عملية السيطرة على عملية تراخيص البناء وتنفيذ المباني. نعم. يعني الدفاع المدني عندما أعلن عن 2517 مبنى آي للسقوط، المفروض كل جهات البلد تستنفر من أجل حماية المواطن. صح. ونسوق على سبيل المثال الزلازل اللي حدثت في تركيا وحدثت في سوريا، ونخص في تركيا، تركيا بلد يعتبر متقدم بالنسبه الى المنطقه. نعم. يعني عامل بعض المباني وعالج موضوع الزلازل، ومع ذلك انهارت الالاف من المباني سببت الكوارث. وهذا يعني ناتي الى هذا السؤال، يعني الازمه، العراق اليوم يعيش في ازمه سكن ويحتاج الى مئات الالاف من الوحدات السكنيه، الاتجاه اليوم يتجه الى البناء العمودي من اجل توفير الوحدات السكنيه، هل ستكون هذه المجمعات التي من المتوقع ان تبنى امنه في ظل وجود الفساد، ولا سيما مع كما ذكرت يعني العراق قريب على منطقه الزلازل وفي ضمن حزام الزلازل؟ نعم نعم، العراق عنده مشكلتين فنيتين موضوع المباني. نعم. الموضوع اولا التربه الرجوبيه اللي ما تساعد على اقامه المباني متعدده الطوابق والابراج الا بوضع أسس خاصة ومصروف عليها مبالغ قوية. نعم. هذا السبب. والسبب الثاني معظم مبانينا يعني احنا سواء القديمة او سواء يعني بتبنى حاليا. نعم. ما مر على قوانين اللي هي القوانين الإنشائية اللي تعالج مواضيع الزلازل. احنا الحمد لله والشكر يعني انه ما اجتنا هاي الزلازل اللي اجت على تركيا، والا كانت حصلت كارثه بالعراق. نعم. يعني نعم. يندر وجود مثل لان مبانينا معظمها، فبالتالي احنا يعني ناكد على انه يجب ان يكون هنالك رقابه، ويجب ان يكون هناك اهتمام من قبل نقابه المهندسين، من قبل الامانه، من قبل وزاره الاسكان والتعمير، من قبل جهات رقابيه حكوميه وبرلمانيه، يجب ان تمسك هذا الملف وان نعم. نتمنى ان تسمع منكم هذه الجهات المناشدات. نعم. يعني يتصرفون ويقوم بإجراءات قبل فوات الأوان. من عمان المهندس المختص في مجال العمارة حيدر الحمداني، شكرا جزيلا لك.